أهلا بكم من جديد. بالتأكيد تنمية سيناء هي أولوية عند الدولة المصرية، وخصوصا التنمية الزراعية، وعشان كده المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزعت حوالي 10,000 شجرة لوز مجانا على المزارعين في الشيخ زويد، ودي من الأشجار اللي بتناسب طبيعة البيئة في سيناء. شجر لوز يعني سيناء يعني مزارعين، يعني لون أخضر في أرض صحراوية ظلت لسنين طويلة، ربما منطقة صراع. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الأمر، أهمية زراعة شجر اللوز، الأنشطة الزراعية اللي بتتبناها الدولة المصرية في سيناء. على التليفون معنا دكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم طيبين وبخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بنعمل إيه؟ بنوزع إزاي الشجر؟ بنضمن إزاي الاستدامة؟ بنضمن ازاي ايضا استمرار اللون الاخضر في بشكل عام سيناء؟ وفي الحقيقه حضرتك يعني كلنا كنا متابعين منذ ايام قلائل متابعه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطه الدوله لتنميه واعمار سيناء، فكان استعرض سيادته بعض الرسائل المهمه ان التنميه في سيناء بتتحقق بفضل الله ومشاركة جميع الجهات المعنية بالتنمية. فالرسالة دي لها مدلول مهم جدا، ان التنمية في سيناء شاملة ومتكاملة، يعني لا تقتصر على نطاق معين بل امتدت لإسكان وطرق وتعليم وصحة وزراعة. طيب بالنسبة بقى للقطاع الزراعي في سيناء، في الفترة الأخيرة من 2014 كان في بعض المبادرات زي ما سيادتك تفضلت، من ضمنها مبادرة 100 مليون شجرة ومبادرة دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة. ده كان يعني تكليف من القيادة السياسية إلى كل الوزارات، من ضمنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. بموجب هذا التكليف تم إصدار التعليمات إلى مركز بحوث الصحراء، وده يعني باعتباره الجهة البحثية العاملة في مجال التنمية الزراعية في الأراضي الصحراوية وبالأخص شبه جزيرة سيناء. فإحنا حاولنا من خلال هذه المبادرة الرئاسية اللي هي دمج أبناء سيناء في إن إحنا نشارك أفراد المجتمع نفسه في كل مراحل البرنامج، بداية من التخطيط إلى التنفيذ البرنامج، لأن يعني أي برنامج تنموي ناجح هو الذي يبنى على أساس احتياجات الناس الفعلية. طبعا طبعا. يعني نزلنا كفرق عمل من الباحثين والباحثات من مركز بحوث الصحراء بتعليمات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن احنا نتعامل مع جميع فئات المجتمع المحلي، خصوصا ان اهالينا في سيناء وتلك المجتمعات لها خصوصيه في ان احنا نتعامل مع القيم والعادات والتقاليد بتاعت هذا المجتمع. فحضرتك زي ما سيادتك تفضلت، حاولنا ان احنا نقدم بعض الانشطه التنمويه على ارض الواقع، من بينها اللي هي الدعم عن طريق شتلات اللوز بالمجان، والحدث ده تم على مرحلتين. المرحلة الأولانية كانت في فبراير الماضي، الشهر اللي فات، قدمنا 20,000 شتلة لوز، وأول أمس 10,000 شتلة لوز بواقع 120 شتلة للفدان. كويس أوي. احنا بنتبع بقى الطريقه بتاعه زراعه اللوز اللي بقالها فتره سينا بتنتهج الطريقه دي في الزراعه، اللي هي 3 متر ما بين كل شجره وشجره، ويبتدوا بقى يتعاملوا معاها علشان سهوله الحرث وسهوله التطعيم بعد كده ومثل هذه الاشياء. وحضرتك يعني المسافات المثلى للزراعه، احنا عملنا نماذج وحقول ارشاديه في 5×5، بحيث ان المزارع يقدر يستفاد من المساحات اللي هي بين الشجر وبعضه لزراعه المحاصيل الاخرى زي البقوليات لتحقيق الحد
او الاستفاده الكامله من انتاجيه وحده الفدان. فاحنا يعني لما جينا نوزع بالتعاون مع محافظه شمال سيناء ومديريه الزراعه ومجلس مدينه الشيخ زويد استهدفنا كل المساحات اللي هي تعتمد على مياه الامطار بواقع 120 شتله للفدان. فزي ما قلت لحضرتك 20,000 شتله في المرحله الاولى و10,000 شتله في المرحله الثانيه، وان شاء الله العام القادم هتبقى المساحات المنزرعه اكثر من هذا بكثير. طيب ما هو الموروث الثقافي لزراعه اللوز في شمال سيناء، وما هو ايضا المردود الاقتصادي لي؟ هو حضرتك شجره اللوز احنا بنتكلم على تنميه مستدامه، فشجره اللوز يعني بتمتاز في بقائها في الارض الزراعيه ما يمتد الى حوالي 50 عام، فهي بتعطي انتاج يعني حوالي السنه الرابعه وفق للتغيرات المناخيه بتعطي البشاير. اعلى انتاج لشجره اللوز ممكن تبقى مثلا في من 9 الى 10 سنوات بتعطي حوالي 20 كيلو جرام، الشجره الواحده بتعطي حوالي 12 كيلو جرام لوز من ثمار اللوز. مزارعي اللوز في بعض الاحيان بيلجأوا عند عمر 3 سنين للشتله او للشجره بقى بعد ما بتكون شجره انها تتطعم باشجار ثانيه مشمش وخوخ لزياده الانتاج، هل ده وارد ان احنا نلجأ له في الفتره القادمه ولا لا احنا هدفنا التوسع في زراعه النقليات؟ بالضبط بالضبط يا فندم، اذا ما سيادتك تفضلتي ان بعد حوالي عامين بيتم انتاج الطعوم من ذات النواة الحجريه زي المشمش والخوخ لتحقيق اكثر استفاده من وحدتي المياه والارض للحصول على اكبر عائد اقتصادي من يعني فاكهه النقل او ذات النواة الحجريه. نعم. طب هل هناك تنسيق مع الجهات البحثيه في محافظه شمال سيناء من اجل أن يكون هناك استثمار أمثل لمحصول زي محصول اللوز؟ إحنا بنتكلم عن حاجة بتاخد سنين طويلة فبالتأكيد محتاجة رعاية يا فندم. وحضرتك يعني إحنا بيتم التنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الزراعة بشمال سيناء ومجلس مدينة الشيخ زويد والإدارة الزراعية بالشيخ زويد لعمل حقول إرشادية. الحقول الإرشادية اللي إحنا بنعملها تبقى نموذج بتبقى نموذج يتم تطبيق كل الممارسات السليمة الموصى بها في زراعة اللوز بحيث أن المزارع أو يعني كل الناس اللي هم بيزرعوا أو استلموا شتلات لوز يقدروا أن هم يشوفوا إيه هي الممارسات اللي تم تطبيقها للحصول على أعلى إنتاج، وأصلا يعني أهالينا نفسينا خبراء في زراعات اللوز والزيتون وكل الاشجار المستديمه. اكيد واحد من مشاكل زراعه اللوز ان هو مش من الزراعات اللي بتعمل نوع من انواع زي ما بنقول كده التوافق الذاتي، يعني هو مش بيلقح نفسه لابد من التلقيح. اهالينا بقى في سينا بقوا خبراء في التوقيت اللي المفروض يحصل فيه التلقيح لمختلف الشتلات. وحضرتك احنا يعني مركز بحوث الصحراء بيمتلك او يتبع له 5 محطات بحثيه في شمال سيناء، كل المحطات البحثيه التابعه لمركز بحوث الصحراء 11 محطه بحثيه، منهم 5 محطات بحثيه بس في شمال وجنوب سيناء. في مركز ومدينه الشيخ زويد اللي احنا وزعنا فيها شتلات اللوز في محطه بحثيه بتضم مجموعه من الفنيين المتخصصين اعضاء هيئه البحوث بيقدروا ان هم يقدموا كل الدعم الفني لاهالينا في سيناء. اي مشكله بتواجه اي مزارع يقدروا ان هم يتغلبوا عليها ويعني يقدموا كل الممارسات الصحيحه لمزارعي اللوز في شمال سيناء. دكتور حسام، يعني سؤالي الاخير، عرفنا على برنامج دمج ابناء سيناء في التنميه الزراعيه، عامل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيستهدف كام فدان؟ باهم برامجه ايه بالتحديد؟ وحضرتك برنامج دمج ابناء سيناء يعني بيستهدف 4 فئات.
الفئة الأولانية اللي هو المزارع وهو المستهدف النهائي من التنمية وعليه بيقع نجاح أو فشل عملية التنمية. المستهدف الثاني اللي هي المرأة البدوية ودورها الفعال طبعا. في عملية التنمية في شمال، وخصوصا إن يعني المرأة نصف المجتمع، فمش من المعقول إن احنا في 2023 تبقى نفس نصف المجتمع يعني مهمشة أو معطلة أو لود على النصف الآخر، فاستهدفنا المرأة البدوية ببعض الأنشطة التنموية مثل إمدادها ببعض بطاريات الدواجن البياض يعني كي تكون صحيح. مصدر دخل أسري ليها ولأسرتها. استهدفنا أيضا الشباب البدوي ودول يعني الشريحة الأهم في التركيبة السكانية في مصر وخاصة شبه جزيرة سيناء، لأن يعني الشباب هم أكثر فئات المجتمع قدرة ونشاط وإدراك على العمل والعطاء صحيح. الأمر اللي يعني استوجب كبرنامج دمج أبناء سيناء استثمار يعني هذا المورد من أجل إحداث تنمية مستدامة ومتكاملة عن طريق برضو إمدادهم ببعض المشروعات التنموية، يعني زي مثلا حقول من النباتات الطبية والعطرية إن هي اللي هي بتجود في شمال سيناء وبتلقى قبولا لدى صحيح. الشباب صحيح. لكي يستفيدوا منها صحيح. استهدف أيضا القيادات البدوية يعني عواقل وشيوخ القبائل في شمال سيناء في تخطيط وتنفيذ البرنامج، يعني لما ليهم من قيمة اجتماعية كبيرة في تلك المجتمعات طبعا. ورأيهم مسموع لدى الأهالي والقبائل في سيناء. بنشد على أيديكم يا دكتور حسام وبننتظر المزيد. دكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة، شكرا جزيلا لحضرتك.